روشتيني يا ام حماده. الله، انت مستنيه مين؟ حماده ولا ابراهيم؟ حماده بقاله دلوقتي اكتر من ساعتين، كان المفروض يكون هنا. طب ليه ما كلمتهوش على الموبايل؟ موبايله مقفول يا اخويا وعمره ما عملها. يا ستي جايز شحنه خلص. الله، وبعدين اللي يسمعك كده يا جليله يقول ان حماده ده عيل صغير وعمره ما خرج من البيت. ايش حال ما كانش مقضي نص عمره بره؟ اصل مرايه السراحه انكسرت. نعم، وايه اللي كسرها؟ معرفش يا اخوي، انا واقفه كده ومديها ظهري لقيتها وقعت على الارض وجت 100 حته. لا ده انت حكايتك حكايه يا جليله. طب بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي ريحي رجليك، زمانها وجعتك من الوقفه. هي وجعتني اه، بس انا خايفه اقعد يحصل للواد حماده حاجه. وحماده ماله مال القعده؟ تعالي بس تعالي، تعالي اقعدي كده وريحي، اقعدي. ايه رايك بقى تلعبيني 10 طاوله وتحكي لي حكايه المرايه دي؟ احي عليك راجل، بقول لك يا اخويا قلبي هيقف من القلق، تقول لي اقعدي والعبي طاوله. طب ما تطلب لي شيشه حلمي من على القهوه احسن، اهو ده اللي ناقص. انا غلطت اللي سمعت كلامك وقعدت. يا رجلي. طب خلاص خلاص خلاص، ما تزعليش، احكي لي بقى حكايه المرايه دي. هحكي لك بس ما تضحكش عليا. لا مش هضحك، اصل المرايه دي اتكسرت 3 مرات، مرة لما أمي ماتت، ومرة لما أبو حمادة مات، وخايفة بقى المرة الثالثة. فلا الله ولا فالك يا شيخة. وبعدين دي أمك ماتت وعندها 85 سنة يا جليلة، ده أنا كنت عيل صغير قد كده وهي جرة وراها 3. أخويا سيبك بقى من اللي فات واللي مضى وأمي، عندنا في حمادة ابني ما جاش لغاية دلوقتي. ربنا يجيبه بالسلامة يا جليلة. بس أنت عايزة نصيحتي؟ إيه يا أخويا؟ ما تصلحيش المراية دي تاني.